وفضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يقول إن علة النهي عن التصوير هو أو هي عبادة تلك الصور والتماثيل، أما اليوم فقد انتفت العلة فلذلك يجوز التصوير، فما الجواب عن ذلك؟ من اللي نفى العلة هذه؟ العلة باقية إلى أن تقوم الساعة، والفتنة كل ما تأخر الزمان وفشل الجهل تشتد الفتنة بهذا. وكيف يقول الكلام هذا ويشوف عباد القبور والأضرحة والمتعلقين بالآثار والتبرك بها، كيف يقول الكلام هذا؟ هذا ما هو صحيح، بل زاد البلابلة الآن بسبب الجهل وبسبب تأخر الزمان، كثرة الفتن، فكل ما اشتد كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة والفتنة. نعم، هذا كلام باطل، قوله انه انتهى هذا كلام باطل. نعم.